الهرب هرب جنراسيون هاي التلات ربعنا معطوبين انشأنا ام ابينا الشعب كله معطوب ونحن اكثر من غيرنا كمان لانه كنا بالاساس معطوبين وعم ننعطي باكثر واكثر واكثر. كانت حياتنا جحيم قبل الحرب وبعد الحرب، حتى ايام المدرسه كانت جحيم لانه كانت كانه السكس بين الصبيان لانه ما عندهم طريقه يشوفوا يفرق يعملوا سكس مع بنات بهديك الايام، كانت شيء طبيعي انه يلاقوا احسن واحد واحلى واحد ويجربوا يناموا معه. كانت حتى انه يطلعوا فيها ما كانه عملوا فيها منا كانه شيء جاي، هيدي شيء انه عم بيعملوا شيء اللي قادرين يعملوه. كنا اكثر شيء بعد نفاق نعمل حالنا عم نتصارع ونحفحف على بعضنا. يعني التمثيليه كلها تمثيل بتمثيل. وشيء غير مرضي، ما بيرضيك.